وصلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الامين المؤمن سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وذريته وامته الى يوم الدين وبعد. فانه يوم ميمون وانه يوم مشهود، يوم ان تشرق نجوم من نجوم العالم الاسلامي وتنادى وانتم من دعاه المسلمين المزولين من منهج المصلين، فأهلا بالدعاء من الطلاب والطالبات المزولين بالعلم والمعرفة والتقوى والمسلمات، وشرفا لمن زودكم من تلك كلها. صراحة أمناء جميع الدعاة الإسلامية العالمية ولجنة تيسيرية للجمعية فضيلة أمين كلية الدعاة الإسلامية العالمية، فضيلة مستنكر كلية الدعاة الإسلامية العالمية، الحضور الكرام من الوفود والضيوف وهيئة التدريس والعاملين بالجمعية والكلية المحبوبين، أحبائي دعاة المخرجين من الدفعة 45، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف لي وإنه لفرح عظيم لي، حيث إن تلك القاعة التي رأيتها من بعيد أعادتني إلى ذاكرة تاريخية عندما كنت هناك وتربيت علوما وصلاحة وحلولا من أساتذتي ومشايخي ودكاترتي. اسمحوا لي اولا ان استحضر تلك الذاكرات الطيبه لكي استطيع ان اوجه شكر الله سبحانه وتعالى الذي اتاحني الفرصه لان اكون جزءا من ابناء الكليه وابناء الجمعيه، واوقت دائما لكم جميعا ايتها مشايخ والدكاتره والاساتذه الذين رايتكم من بعيد، انا دائما دعوتكم في صلاتي وسجودي واسماؤكم مربوطه في قلبي، فاينما كنتم فانا معكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يديم فيكم الخير ويزيد من ثوابكم وحسنكم يوم ان نلتقي ربنا رب العالمين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. أحبائي وخاصة من زملائي الطلاب المتخرجين، إن العالم الآن قد تغير ويكاد أن يتقارب إلى ما وصفه رسولنا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوجود التحديات المختلفة العديدة المتنوعة من التيارات الفكرية والاقتصادية والسياسية حتى الدينية. قبل أن تعودوا إلى بلادكم ويوعظوا قومكم إذا رجعتم إليهم لعلهم يحضرون، فلازم أن يعتمد على أساس مهم من توصية القرآن الكريم، وهي أولا توصية التقاء. فينبغي الدعاء دائما أن يتصل برب العالمين بتقوى الله جل وعلا تقوى حقيقية وحقا. فهذه الكلمة يعني كلمة التقوى من القيمة الأساسية التي أشار وأمر إليها ربنا بأن نتزود بها، فقال ربنا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى هي التي سوف يزيد لنا من المخرج عندما نواجه كل التحديات، كما وعد ربنا بذلك فقال ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له لأرضه نصرا. فالتقوى التي دائما سوف يزيد لنا علما من ربنا، كما قال ربنا واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى التي سوف يقودنا الى الفلاح الحقيقي، كما قال ربنا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اذن فاول ما ينبغي ان نزود انفسنا قبل ان نرجع ونعود الى بلادنا، ينبغي لنا ان نؤكد وجود التقوى، يعني نؤكد وجود التقوى في قلوبنا، وايضا نبطل تلك التقوى لكي نستطيع ان نمثل كل ما امر ربنا جل وعلا
إلى بلاد مختلفة. ثم الثانوي أن نعرف علم الأمر المهم لكل الدعاء كما علمنا وكما علمنا مشايخنا، وهي قضية التعاون على البر والتقوى. إخواني وأخواتي من الطلاب والطالبات، أنتم الجماعة لستم فرادى، بل كنتم ستم للبسعة الخامسة والأربعين وأنتم بسعة. أنتم جماعة لستم فرادى، لذلك عندما رجعتم إلى بلادكم المختلفة فرادكم أن تصحوا بعضكم مع البعض، فتعاونوا على البر والتقوى. فالآن الآن أصلح الطريقة وأصلح الصغيرة، لذلك ربما هناك من أتى من أفريقيا، هناك من أتى من أوروبا، هناك من أتى من آسيا، والتحديات الآن أصبحت عديدة، ولكن العالم أصبحت أصغر، بما نحن نستطيع أن نربط بعضنا مع بعض، ونستطيع أن أيضا أن نعمل سلكا متصلا بعضنا مع بعض من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا تحت مظلة واحدة تحت شعار الإسلام، تحت قول ربنا ومن أحسن قولا لمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فسوف يكون كل التحديات إن شاء الله تكون أسهل معالجتها. لذلك نريد أن يكون هذا التعاون تعاون مستمر ورد رد مستمر، فلذلك إن شاء الله سوف يكون أسهل الحصول على الفلاح في مواجهة التحديات في إطار الدعوة الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وراحوا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخيرا توصياتي الأخيرة من بلاد بعيد من أندونيسيا الحبيبة، إخواني وأخواتي لا تنسى والديكم، لا تنسى آباءنا، لا تنسى مشايخنا، لا تنسى أساتذتنا، وإنما نحن أبناء، أبناء القومية، أبناء الجمعية، فلازم لكل الأبناء أن يحترموا ويكرموا والديهم، آباءهم، مشايخهم، وأساتذتهم. لذلك نحن دائما نوصيكم أينما كنتم وبعدما تخرجكم وعودتكم إلى بلادكم المختلفة، ادعوا مشايخكم، قل الله لمصالحكم، قل الله لمصلحة بلادكم، قل الله سبحانه وتعالى أن يبارك مشايخنا وأساتذتنا وبلاد نبينا المحبوبة. وأنا أؤكد أيها المشايخ والأكابر وأساتذتي، أينما كنتم أسماؤكم مرة أخرى دائما مربوطة في قلبي، وإنما جئتم أن يمسوا فأنتم لستم ضيوفا، وإنما أنتم أهلي وأنتم آبائي وأنتم أساتذتي. فزمان كان دوركم لتعلموني وتربيني، والآن جئت دوري لأكرمكم ولأحترمكم، فإن شاء الله طيلة عمري ولو سمح الله سبحانه وتعالى إلى أجلي، فسوف دائما أقل معكم قلبا وقالبا، قلبا وقالبا، ولو كان بلادي بعيدا عن ليبيا، لكن ليبيا إن شاء الله دائما موجودة في قلبي، موجودة في ذهني وفي حياتي. تهنئة مني للمتخرجين، للدعاة الجدد، دعاة لله سبحانه وتعالى، كونوا مخلصين لله الدين، وكونوا دعاة متميزين، فدمتم على خير، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف تنجحون في حل رسالتكم الطيبه السماويه، والله معكم مع دعوتكم مع الله سبحانه وتعالى. فشكري ودعائي مره اخرى موصول الى كلمه الدعوه الاسلاميه التي اتاحتني الفرصه لان اكون بين يديكم في هذه الفرصه الطيبه. شكري موصول مره اخرى، فانا معكم وانتظر المشايخ زيارتكم هنا في اندونيسيا لكي نستطيع أن نكرمكم ونحترمكم كما كرمتموني وكما أيضا ربطتموني أعطيتموني عندما كنت هنا. وشكرا لكم جميعا، ومرة أخرى، والله أنا معكم وحبي معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مشايخي وأساتذتي وعلمتي وبلادي ليبيا الشقيقة. وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.